طريق حرير العراق يبدأ من هنا ب63 كيلومترا، يمتد من ميناء الفاو نحو مواني أم قصر عبر النفق المغمور تحت الماء وصولا إلى الطريق الدولي السريع. هذا الطريق باشرت شركة دايو الكورية أعمال تنفيذه لكونه يمثل قناة جافة تختزل آلاف الأميال البرية والبحرية لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا. حاليا نحن من مفترق الطرق اللي هو بداية الطريق الرابط اللي مؤدي إلى أم قصر عبر نفق المواني، طول الكلي 63 كيلومتر. أكثر من 10 فرق لمعالجة القنابل تعمل على إزالة الألغام من مسار القناة الجافة في الفاو بعدما كانت مسرحا لحرب 8 سنوات مع إيران. أما أصوات هذه الطرقات فناتجة عن مباشرة تثبيت ركائز الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو بمطارق عملاقة، في وقت تؤكد فيه شركة الموانئ أن دايو متقدمة في أعمالها على جدول العقود. إذا قارنا الواقع الفعلي للجدول الزمني مع ما مخطط إلى، نجد أنه شركة دايو سابقة الزمن لأنه بدأت العمل بعد توقيع العقود مباشرة. الشركة الكورية تلقت نحو نصف مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من قيمة العقد البالغة أكثر من 2 مليار دولار، الأمر الذي طمأن الشركة لمواصلة العمل في العقود الخمسة المبرمة أواخر 2020. حاليا لا توجد أي مشاكل، والتقدم في العمل مستمر، والإدارتان الفنية والهندسية تمد يد المساعدة للشركة الكورية لإنجاز جميع الأعمال ضمن توقيتات العقد المبرم مع العراق. وأبرز المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا في ميناء الفاو هي الأرصفة وساحات الحاويات وشبكات الطرق، فضلا عن نفق الحرير تحت الماء. تتعالى الدعوات بتسريع وتيرة الأعمال وتخطي العقبات لإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، توقيتات لا ترى فيها وزارة النقل والشركة الكورية المنفذة تحديا إذا ما توفرت الأموال اللازمة. من موقع أعمال الطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر، سعد قصي، يو تي في.